هذا وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة بكافة مؤسساتها على بذل كل الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة لإرضاء المواطن السويسي كجزء من المواطنين. وفي هذا الإطار أعلن مدبولي أن الدولة بالصدد البدء خلال الفترة القادمة في إدراج القطاع الريفي بمنطقة حي الجناين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كان دايما أهالي السويس بيقولوا إن إحنا صحيح إن إحنا بيطلق علينا محافظة حضرية، ولكن هناك قطاع ريفي كبير وهو منطقة حي الجناين، وكانوا طالبين طبعا وكان في هناك يعني طلبات لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها تدرج ضمن مبادرة حياة كريمة، وكان توجيه سيادته للحكومة أن فعلا يتم إدراج القطاع الريفي في محافظة السويس ضمن مبادرة حياة كريمة، وده فعلا إن شاء الله هنبدأ فيه خلال الفترة القادمة علشان برضو نغطي الجزء أو القطاع الريفي اللي هو متمثل زي ما اتكلمنا مع سيادة المحافظ في حي الجناين إنه يبقى داخل أيضا في مبادرة حياة كريمة، وبالتالي مشروعات حياة كريمة اللي بتتعمل أيضا في منطقة حي الجناين.